السلام عليكم شباب. اليوم راح ناخذ ان شاء الله lecture 20 و 21, which is about the respiratory system, الجهاز التنفسي, وهي المحاضرة راح تكون ما قبل الأخير. راح تبقى لنا بس المحاضرة الأخيرة اللي هي راح تكون ال digestive وال renal system, الجهاز الهضمي والبولي, راح تكون المحاضرة الأخيرة. نبلش اليوم بال respiratory system. Respiratory system and the cardiovascular system are inseparable partners. While the respiratory system exchanges gases between the atmosphere and the blood, the cardiovascular system transports those gases between the lungs and the body cells. معناها الجهاز التنفسي والجهاز القلبي هنا احنا نعتبرهم اصحاب, واحد مرتبط بالثاني. الجهاز التنفسي هو اللي يبدل لي الغازات بين الجو المحيط الاتموسفير والبلاد والدم, ولكن بينما الجهاز القلبي هو اللي ينقل هاي الغازات اللي توصل للرئة وينقلها لباقي انحاء الجسم. Anatomically, the respiratory system consists of an upper respiratory tract and a lower respiratory tract. يعني تشريحيا مثل ما تشوفون بالصورة, الجهاز التنفسي يتقسم الى upper respiratory tract, هو الجهاز التنفسي العلوي, واللور respiratory tract الجهاز التنفسي السفلي. Functionally, it can be divided into a conducting portion which transport air and a respiratory portion where gas exchange with the blood occur. وظيفيا, functionally وظيفيا, ممكن احنا نقسمهن الى قسمين الجهاز التنفسي. القسم الاول نسميه conducting portion اللي هو يوصل, يعني جزء توصيلي يوصل الهواء اللي هو موجود بالاتموسفير اللي هو الموجود بالمحيط الخارجي يوصل الى الرئتين, هذا يسموه conducting portion اللي هو هذا. مثل ما تشوفون هذا كله conducting portion, من الهواء يتفوت يوصل للرئتين, فذني كلهن تابعات للconducting portion, هذني structures. والrespiratory portion اللي هنا أنا موجود اللي الغاز exchange with the blood occur, يعني عملية تبادل الغازات مع الدم تحدث به, هذا يسموه الrespiratory portion. فهذا functionally divided, يعني تقسيمه وظيفي. راح نجي على وظيفة الجهاز التنفسي. The primary function of respiratory system is breathing. Breathing يعني التنفس. اسمه الثاني احنا نسميه pulmonary ventilation, يعني التنفس الرئوي. Ventilation تنفس, pulmonary قلنا كلمة تعني lung يعني رئوي. نجي على البريثنج, راح نحكي على التنفس. البريثنج consists of two cyclic phases, يعني التنفس بي مثل ما نعرف كنا دورتين. الدورة اللي هي احنا ناخذ بها الهواء نسميها inhalation. inhalation يعني الاستنشاق. اسمها الثاني اللي احنا نستعمله inspiration, يعني التنفس الاستنشاق. فinhalation معناها inspiration وتعني الاستنشاق يعني الشهيق. و عندنا الفيس الثاني, الدور الثاني نسميه exhalation. exhalation اللي هو خارجي. حتى لا تنسوا هنا الان من اسمه inhalation يعني للداخل inside. الexhalation exit outside, فمعناها الهواء اللي بداخل اللنج راح يطلع لي برا يعني زفير. اسمه الثاني expiration. expiration يعني الزفير, اطلاق الهواء من داخل الرئتين للخارج. مثل ما نقول inhalation draws gases into the lung, الشهيق يسحب لي الغازات الى داخل الرئتين, والexhalation forces gas out of the lung اللي هو يخرج الexhalation الزفير يخرج الغازات خارج الرئتين. بالإضافة طبعا in addition to gas exchange, بالإضافة للتبادل مع الغازات, شو يسوي بعد respiratory system؟ The respiratory system also function when in gas conditioning, sound production and olfaction. gas conditioning يعني يرطب يلطف الهواء اللي يدخل للرئتين, يعني الهواء من على ما يوصل للرئتين جوا ويصير بتبادل, مو نفس الهواء اللي احنا ناخذه من برا. اكو موجود البطانة الداخلية مال الجهاز التنفسي اللي هي شوية ترطب الهواء, تخليه دافي, تغير درجة حرارته وتخلي بيه رطوبة حتى لا يأذي الرئتين من جوا. والوظيفة الثانية sound production, إنتاج الصوت.
هذا الكلام اللي احنا نحكيه هو عن طريق الهواء اللي طالع من الرئتين ويوصل لمنطقة اللارنكس اللي هي الحنجرة، ويطلع عن طريقها الصوت عن طريق تفاعلات وتحريك الحبال الصوتية، وبعد اكو شغلات تؤدي الى انتاج الصوت. والوظيفة الثالثة من ضمن الوظائف هي الأوليفاكشن. أوليفاكشن هي يعني حاسة الشم. حاسة الشم احنا من ناخذ نفس، فهم هو وظيفة الريسبيراتوري سيستم، هو اللي دي يتحرك الهواء، دي ناخذ الحاسة عن طريق الهواء. واكو طبعا الأوليفاكتوري نيرف اللي هو العصب الاول من الكرانيال نيرف، يسمونه الأوليفاكتوري نيرف، هو هذا اللي يحول لي هاي الروائح الى اشارات عصبية ووصلها للدماغ، والدماغ هو اللي يميز الروائح. As inhaled gases pass through conducting airways, the gases are conditioning prior to reaching the gas exchange surface of the lung. نفس الحكي اللي حكيناه انه الهواء اللي احنا نستنشقه قبل ما يوصل للرئتين راح يصير بيه conditioning يعني يتلطف يترطب يتبرد. Specifically the gases، العفو مو يتبرد، هو يعني ياخذ درجة حرارة الجسم، معناها يتلطف او يترطب. Specifically the gases are warm to body temperature, humidified اللي هي معناها moistened and cleans of particulated matter through contact with the respiratory epithelium and its sticky mucus covering. معناها نفس الحكي اللي حكيناه، هذا الغاز اللي يدخل للرئتين warm to body temperature يعني يدفى ويكتسب حرارة الجسم، قلت درجة حرارة جسمك 37، فهذا الهواء ياخذ الدرجة مال الحرارة مال الجسم يصير 37، بعدين يترطب humidified moistened يترطب يعني and cleans of particulated matter يعني يتنظف من الأجسام الصغيرة أو الوساخة اللي تدخل الجزيئات through contact with the respiratory epithelium. شلون يتخلص من هاي الجزيئات أو الوساخة اللي تفوت؟ عن طريق الابيثيليوم اللي هو البطانة مال الجهاز التنفسي، واللي هي تفرز، احنا اخذناها سابقا، تفرز ميوكس، تفرز المادة المخاطية. مرة شرحت لكم عليها انه واحد ممكن اخذ له فد شي من الجو مثلا، فد جزيئة صغيرة او جزء ياكل وطبت عنده مثلا فد يعني تمناية صغيرة جوا بالرئتين، فراح يبدي شنو يقح ويطلع وياها احتمال مادة مخاطية، ويطلع وياها احتمال مادة بلغم. ها كل الوظيفة مال الريسبيراتوري ابيثيليوم، مال الجهاز الطلائي اللي موجود داخل الـ يعني الـ التراكيب التنفسية، فيحرك هاي المادة من داخل الرئتين او من القصبات الهوائية، يحاول يطلعها برا عن طريق الكافنج اللي هي السعال. As air is forced out of the lung and moves through the larynx، مثل ما قلنا الهواء من يطلع من الرئتين وين يوصل الى منطقة اللارنكس، اللارنكس اللي هي البلعوم، sound may be produced. بهاي الحالة انه الصوت راح يطلع، الصوت مثل الكلام او السينج الغناء كله يطلع عن طريق البلعوم. طبعا هو البلعوم هو يعني الشغلة الرئيسية بانتاج الصوت، بس اكو عوامل مساعدة ايضا تغير وتساعد على تغيير الصوت واطلاق الصوت. من مثل هاي العوامل مثل شنو اللي هي aid sound production، تساهم وتساعد بانتاج الصوت، هي النيزل كافيتي يعني التجويف الانفي يساعد على اطلاق الصوت. البارانيزل ساينسز قلنا ذني الجيوب الانفيه اللي اخذناها الثمانيه موجودات دائر مدار الوجه، هذني هم يساعدن على انتاج الصوت. التيث الاسنان اللبس الشفتين والتانج اللسان، هذا كلها تساعد على اطلاق الصوت. كملنا ذاك كحكي رئيسي، هسه راح نجي ناخذ التراكيبها بشكل مبسط وسريع. الابر ريسبيراتوري تراكت هو الجهاز التنفسي العلوي، من يتكون مثل ما تشوفون بالصوره، يتكون من هذا النوز اللي هو الانف، من نفوت من الانف ايش راح نلقى؟ راح نلقى النيزل كافيتي يعني التجويف الانفي، هذا كله التجويف الانفي هذا كله، ويتكون من ذني البارانيزل ساينسز، ذني الفرونتال، اخذنا الاثمويد الاسفينويد والماكسيلري ساينس، ذني كلهن، ويتكون من الفارنكس. الفارنكس اللي هو البلعوم، البلعوم يمتد منا لهنا، راح ناخذه هسه بالتفصيل. هذا كل البلعوم، فهذا هو الابر ريسبيراتوري تراكت لهنا ينتهي، يعني من اوصل للارنكس اللي هي الحنجره، اللارنكس جوا هذا بعد صار لور ريسبيراتوري تراكت.
تنتهون عليها، اخاف اجيب لكم اياها ام سي كيو او تعداد. These structures are all parts of the conducting portion of the respiratory system. هاي قلنا الـ upper respiratory يعني الجزء العلوي من الجهاز التنفسي هو جزء من الـ conducting portion يعني الجزء الموصل اللي يوصل الهواء. The nasal cavity and paranasal sinuses are the primary structure that warm and humidify the air we inhale. هاي هم هم خاف اجيب لكم اياها MCQ، يعني الـ nasal cavity التجويف الأنفي والبارانيزال ساينسز والجيوب الانفيه هن ذني البرايمري ستر يعني هن الرئيسيات التراكيب الرئيسيه اللي يدفن ويرطبن الهواء اللي احنا نستنشقه. هذني مهمات النيزال كافيتي والبارانيزال ساينسز. هسه راح نجي ناخذ الفارنكس اللي هو البلعوم. الفارنكس اللي هو البلعوم it is a common space used by both respiratory and digestive system and commonly called the throat. الثراوت كلمة الثراوت معناها البلعوم نفس الفارنكس معنى ثاني له. شنو معناه؟ معنى هو هذا الفارنكس اللي احنا دا نحكي عليه هذا يستعمل مكان يستعمل من قبل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي يعني هو مكان مشترك. من أن هسه أجر الهواء مالتي أخذ نفس النفس راح يدخل عن طريق الفم أو الأنف يوصل للفارنكس للبلعوم. ورا البلعوم هو يتحدد عادي أما يدخل للمريء ويدخل للجهاز الهضمي أو يدخل وين لللارنكس للحنجرة ويروح للجهاز التنفسي. فهو إذا المكان مشترك للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي يتقسم ثلاث أقسام. شوف هذا القسم وكلهم طبعا متصلات واحد بالثاني. طبعا هذا الفم هذا التجويف تشوفون هذا الفراغ هذا كل التجويف الفم اللي احنا تجويف مال حلق مالتنا. هذا اللي تشوفوه هذا هو التانك هذا هو التانك هذا هو اللسان. هذا اللي تشوفوه هذا هو عظم المانديبل عظم الفك. وهذا اللي تشوفوه العفو هذا الجوه تشوفوه هذا الهايويد بون هذا الهايويد بون. وهذا تشوفوه هذا بارت من اللارنكس هسه راح ناخذه هذا بارت بعد منه من اللارنكس من الحنجرة. وهذا منه اذا يريد يفوت الاكل من ناكل احنا يفوت طعام مثلا منه ايش راح يصير التنفس من وقت البلع هذا الرغامي راح ينسد يسد لهاي الفتحة اللي هاي توديني للجهاز التنفسي. فهاي تنسد راح يجي الاكل يفوت من هنا للجهاز الهضمي. انت ما تقدر بنفس اللحظة انت تبلع ريقك وتاخذ نفس مستحيل. يعني انت اول ما تبلع هذا كوظيفيا راح ينسد حتى لا يدخل الاكل للجهاز التنفسي وراح ينزل الاكل للجهاز الهضمي عن طريق المريء وينزل لي جوا. وبالوقت العادي اللي انا يعني مدى اكل فهو دائما مفتوح يعني دائما احكي واسولف واتنفس يفوت الهواء منه يفوت منه او منه ويفوت بعدين وين عن طريق اللارنكس اللي جوا. هاي بالنسبة لل شرحت لكم عليها التراكيب. هسه نرجع على الفارنكس بي ثلاث اقسام بي نيزو فارنكس هو الجزء العلوي نيزو فارنكس من اسمه يعني جاي من نيزل الانف والفارنكس الانف والبلعوم. فهو هذا نوصل له عن طريق الانف يدخل منه فهذا يسمونه نيزو فارنكس اعلى جزء. الجزء الوسطاني يسموه اورو فارنكس. اورو جاي من كلمة اورال اورال يعني فموي فاورو فارنكس يعني البلعوم الفموي اللي هو هذا الاصفر. والاخير اللي هو لارينجيو فارنكس جاي من كلمة لارينكس اللي هو البلعوم الحنجرة والفارنكس اللي هو البلعوم. فهاي المنطقة تكون كلش قريبة على اللارينكس لان عندي هذا اللارينكس فيسموه لارينجيو فارنكس. طبعا مثل ما تشوف المرات احنا واحد دي يشرب مي مثلا يطقها بضحكة شي يصير المي اللي متجمع بالحلق ممكن وين رأسا يطلع من خشمه. اكيد يعني شايفين احد او جزء مرة بيكم هاي الحالة لان هذا متصل يعني تجويف الفم متصل مع تجويف الانف لاني متصلات. فلذلك مرات واحد من يغص او شي يفوت منه يعني الاكل من الاكل او المي من حلقه يوصل الى خشمه. فهذان الثلاث تراكيب الرئيسيه مال فارنكس. راح نجي نحكي على هسه اللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو السفلى اللي قلنا تبدي الجهاز التنفسي السفلي اللي يبدي عندنا قلنا من اللارنكس. It made up of conducting airways اللي هي اللارينكس والتراكيا اللارينكس اللي هو البلعوم اللي تشوفوه هذا اللي هو هذا هنا أول شيء يبدي يسموه اللارينكس
اللي هنا، قلنا هذا الرقامين منه من انت تتنفس يفوت الهواء عادي ومفتوح دائما، من انت تبلع راح ينسد حتى يسد الجهاز التنفسي ويروح هناك الاكل والهاي الجهاز الهضمي. فهذا اللارنكس. التراكيا اللي هي القصبة الهوائية، هاي كلها مثل ما تشوفوها من لهنا كلها يسموها التراكيا، اللي هي تقريبا طولها يعني 14 إلى 15 سنتيم، هاي كلها التراكيا. من توصل عاد لهنا يعني التراكيا هاي من لهنا تتفرع التراكيا إلى فرعين يمين ويسار يسموهن برونكاي، يعني القصبة الهوائية اللي هي أصغر من التراكيا. تراكيا القصبة الهوائية، القصيبة الهوائية اللي هي البرونكاي اليمين واليسار، هذين اول فرعين هنا هم تشوفون هذا يمين وهذا يسار. البرونكاي بعدين راح يتفرع الى قصيبات هوائيه بعد اصغر يسموها البرونكيولز، اللي هاي تشوفوهن الهوسه هذا كلهم يسمونه برونكيولز. بنهايه البرونكيولز شو اكو؟ اكو صوره راكم اياها ان شاء الله، يسموهن الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه اللي يصير بيها الالفيولاي، قلنا هي حويصلات هوائية يصير بها عملية تبادل الغازات، واكو صورة ان شاء الله اوريكم اياها. راح نجي على اول تركيب التراكيا، فد معلومات بسيطة على فلكسيبل سلايت ريجيد تيوبولار اورجان، يعني هو فشي مثل الصوندة يكون بي شوية فلكسيبلتي على ريجيديتي، يعني هو شوية فلكسيبل وبنفس الوقت يكون قوي. يسموه الويند بايب، ويند بايب معناها القصبة الهوائية، فمعناها تراكيا. الدايميتر مالته القطر مالته حوالي 2.5 سنتيم، طوله 12 الى 14 سنتيم، و تشوفون انتم شلون متكون، هاي كانه متكون من حلقات احنا نسميهن سي شيبد تراكيال كارتليج، هو كله عباره عن كارتليج، هذين حلقات تقريبا من 15 الى 20 حلقه موجوده، نسميهن احنا كارتليجز او رينجز حلقات. زين، طبعا هي مفيد معلومة انه الاجسام الغريبة من تدخل، كل ما تدخل كل ما الجسم الغريب يوقف بمكان عالي بالتراكيا يكون اخطر. اذا وقف هنا الجسم الغريب، واحد استنشقه او بالغلط طفل اخذه، كل ما يوقف اعلى يكون اخطر. اذا وقف هنا راح يسد الرئتين اثنين، راح ينزل هو اكثر شيء طبعا يدخل باليمنى، اذا وقف هنا مثلا راح يسد لي بس الرئة اليمنى ويسوي بها التهابات الى اخره، راح تبقى الرئة اليسرى مشتغلة. كل ما ينزل لي جوا يوصل مكان ابعد يكون استخراجه طبعا صعب، بس يعني التنفس والفعاليه مرتين مو كلش تنفقد، لان راح يسد مثلا بس جزء من الرئه مو كله. فبالنسبه للتراكيا راح نجي هسه على مثل ما حكيت لكم اياها قبل شوي البرونكيال اتري اللي هي يعني شعب القصيبات الهوائيه. It is highly branched system of air conducting passages that originate from the left and right primary bronchi and progressively branch into narrower tubes as they diverge throughout the lung before ending into terminal bronchioles. يعني هي طبعا تعتبر جزء من ال air conducting passage، يعني الموصلات للهواء. من تبدي مثل ما قلنا هذه التراكيا، هذا اللارنكس اللي هو الحنجرة، تنزل هاي التراكيا اللي هي القصب الهوائي تتفرع الى يمين ويسار. اليمين يسموه برونكا، برونكاي او برونكاس، والليفت برونكاي يعني القصب الهوائي الرئيسي اليسرى واليمنى. هذني مثل ما تشوفون هنا، هاي الصوره اوضح الفوق، هذني بالاخضر هي البرونكاي مثل تشوفون البرايمري برونكاي، بعدين راح تتفرع الى تقريبا هنا 9 وهنا 10 سكندري برونكاي، هذني الزرق، والزرق بعدين تشوف دسون صارت اصفر، صارت اكثر برونكاي تشعبت الى اكثر، وهذن الحمر اخر شيء يسمون تيرمينال برونكيولز اللي هي اصغر شيء بالبرونكاي، يعني القصيبات الهوائيه الصغيره اللي هاي بنهايتها راح تكون موجوده الفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه على مود يصير تبادل الغازات. كلمه دايفرج يعني تتباعد، كل ما القصيبات الهوائية تنزل يجو تصير اضيق وتتباعد اكثر. هاتش تقولكم عليها البرونكيولز اللي هن هذني، وهذني الصغار الدوائر هي الالفيولاي الحويصلات الهوائية، هذني البرونكيولز. طبعا هذا البلمونري ارتري قلنا ازرق لان يحمل دي اوكسجينيتد بلاد، هاي البرونكيولز القصبات الهوائية لحد نهايتهن، نهاية يسموهن تيرمينال برونكيولز، نهايات ال شوفوا هنا انا محط لكم صوره صغيره نهايات القصيبات الهوائيه على مود شو يصير، تجي ذني الدوائر الى الحويصلات الهوائيه.
The pulmonary capillaries wrap around the alveoli for gas exchange. تشوفون هاي اكو يسمونها alveolar ducts، يعني قنوات الحويصلات الهوائية، وتيجي بعدين الحويصلات الهوائية. هاي الحويصلات هي اللي يصير بيها عملية تبادل الغازات، مثل ما تشوفون الأوعية الدموية هذن شلون مفتر الشرايين والأوردة على كل حويصلة هوائية حتى يصير عملية تبادل الغازات. تشوفون هذا الأزرق ده يجيب له دم غير مؤكسج من القلب، ويرجع الأحمر ياخذ عن طريق البلمونري فين ياخذ دم مؤكسج ويرجع على القلب حتى تبدأ الدورة الدموية. راح نجي على هسه اللانكس. اللانكس هي الرئتين، عندنا احنا اثنين رئتين يمين ويسار، بين اختلاف بسيط جدا. هي بيرد يعني زوج، سبونجي لانكس تكون اللانكس تكون اسفنجية، وتعتبر هي البرايمري اورجان اوف ريسبيريشن، يعني العضو الرئيسي للتنفس. كل لانج هاز اكونيكال شيب، تشوفون اللانج شلون شكلها صاير مثل المخروطي، فهي كل وحدة شكلها تكون مخروطي. طبعا تكون وايد كونكيف بيس، مثل ما تشوفون القاعدة مالتها هاي الجوة اللي هنا هم بالصورة، هاي الجوة تكون عريضة وتكون مقعرة مثل ما تشوفون، والابكس مالتها، الابكس يعني القمة مالتها تشوفوها تكون يعني مثلثة ومدببة ولي فوق بالجزء العلوي. وين توصل هاي مثل ما تشوفونها بصورة؟ توصل الى عظم الترقوة اللي هو الكلافيكل، فهذا الابكس مال لانج توصل الى عظم الترقوة للكلافيكل. زين، عندي كل اللي شفتوهن الفيسلز والليمفاتيك فيسلز، الاوعية اللمفاوية والبلمونري فيسلز، الاوعية الرئوية والنيرفز والاعصاب، كلها تدخل لللانج عن طريق فشي اسمه الهايلم. كلمة هايلم وين ما تلقوها احنا نسميه يعني، هو ما له فد يعني معنى بالعربي، تجي جزء معنى مثل التجويف او المكان اللي تدخل منه الاوعية الدموية، بس انتو كلمة هايلم يعني تحط ببالك كل اورجان مثلا يمر عليك بكلمة هايلم، فالهايلم هي المنطقة اللي يدخل الشرايين والاوعية الدموية والاوردة والاعصاب والاوعية اللمفاوية تدخل الى ذاك العضو عن طريقه، فالهايلم هي منطقة دخول كل هالشغلات اللي حشيناهن الى ذاك العضو. هسه اكو صورهم راح اراويكم اياها ان شاء الله. تشوفون الرايت لانج الرئة اليمنى شوفوها بها ثلاث فصوص، والليفت لانج بها شنو؟ فصين. هذا مهم اجيب لكم اياه ام سي كيو او يعني اسئلة تجي عليه. تشوفون الرايت لانج تتقسم، شو متقسمة؟ بذني شقوق احنا نسميهم فيشرز، شقوق او اخاديد احنا نسميهن فيشرز. شعدنا عندنا هذا شكله اسمه هوريزنتال، لان هو هوريزنتال جاي يعني مستوي افقي فسموه هوريزنتال فيشر. وهذا الفيشر الثاني تشوفوه مائل، اوبليك فيشر، اوبليك يعني مائل، فهذا الاخدود المائل وهذا الهوريزنتال، فمقسم ثلاث اقسام. القسم العلوي سميناه سوبيريور لوب يعني الفص العلوي، هذا الاوسط سميناه ميدل لوب، وهذا الجوة سميناه انفيريور لوب. بينما الليفت لانج الرئة اليسرى بها بس فيشر واحد اللي هو الاوبليك فيشر اللي هو الاخدود المائل او الشق المائل، وقسم للرئة اليسرى الى سوبيريور لوب وانفيريور لوب. هاي بالنسبة للرئتين، هذا اللي قلت لكم عليه. هاي الرئتين قلبناهن من ورا يعني posteriorly، شفتوا هذا هو يسموه الهايلم، هي المنطقة اللي دي يدخل بها الأوعية اللمفاوية ويدخل بها البرونكاس والأوردة والشرايين واللمفاتيك فيسلز، كلها تدخل وتطلع من هذا المكان منه ومنه. هاي الرئة اليمنى وهاي الرئة اليسرى، ومثل ما تشوفون هاي البيس القاعدة وهاي الأبيكس القمة. راح نجي على الستركتشر اللي يسموه البلورا. البلورا يعني الغشاء، أو يسموه الغشاء الرئوي يعني. Lung outer surface and the adjacent internal thoracic wall are lined by a serous membrane called pleura. مثل ما تشوفون هاي الرئتين هاي وهاي، اكو غشاء فوقها هن يسموه البلورا. اكو نوعين عدي من البلورا، البلورا هو الغشاء اللي يحيط الرئتين ويكون غشاء مصلي، serous membrane يعني غشاء مصلي. اكو parietal pleura وعدي visceral pleura. برايتال يعني محيطية، فيسرال يعني أحشائية.
فمن اسمها visceral pleura يعني تغطي هاي جوا، معناها اللي تغطي الرئتين مباشرة، هاي يسموها هذا اللون يسموه فيسرا، يعني لازقة على الرئتين، تغطي الرئتين. شلون تشيسنا لون ملفوف على الرئتين؟ شلون احنا اخذنا بالقلب هم عندنا pericardial membrane و pericardial space، هنا نفس الفكرة. البرايتال هاي المحيطية الخارجية اللي تكون فوق هاي يسموها البرايتال المحيطية، وهاي الصورة منها تكون اوضح شوي. تشوفون هاي هي اللنج، هاي هذا الخط الاولاني هو الفيسرال بلورا اللي هو الغشاء المصلي المحيطي للرئتين، وهذا البرة يسموه البرايتال بلورا اللي هو الغشاء المحيطي الخارجي. هذا الفراغ اللي بيناتهم بقى سبيس فراغ، هذا يكون بيه عادة فلويد قليل جدا، حتى الرئتين من يصير شهيق وزفير يعني ليس احتكاك قوي مثل اللبريكنت. وطبعا هو هذا يسموه هذا البلورال كافيتي، يعني الفراغ او التجويف الصدري. وطبعا هنا الرئتين من تنزروف نتيجة مثلا حادث او كسر ضلع او طلق ناري او ضربة سكينة الى اخره، يصير عندي تنزروف مثل التائر والبنشر بالضبط، يبدي الهواء يطلع من الرئتين يتجمع بهذا البلورال كافيتي. فراح اشوفون هاي الصورة مثلا منها يتجمع هواء الرئتين راح تصعد لهنا توصل لهنا، وهذا الفراغ كله يبقى بس هواء، او من يصير عندي نزف هم يتجمع بهذا السبيس، او من اكو مي او سائل يتجمع بالرئتين هم يتجمع لهذا السبب يتجمع بهذا المكان، فهي هاي البلورال كافيتي. تشوفون هنا بهاي الصورة شلون الرئتين اثنيناتهم قاعدات على هذا الدايفرام، هذا الدايفرام هو الحجاب الحاجز، حجاب الحاجز اللي يفصل المنطقة الصدرية عن المنطقة البطنية. تشوفوا لذلك طبعا حجاب الحاجز كلش ملتصق بالرئتين، لذلك هنا عندي الكبد وعندي المرارة وعندي الكلية وعندي المعدة وعندي هنا الطحال، لأن من يصير عندي بيهن مشاكل راح يضربن على الحجاب الحاجز، ما يخلي الحجاب الحاجز يتمدد براحته لأن وما يخليك تاخذ نفس براحتك، فمن تاخذ نفس عميق هذا الحجاب الحاجز راح ينزل لي جوا وراح يطخ مثلا بالكبد وبالمعدة وبالطحال، وإذا واحد من ذني بيهن مشكلة فالنفس مالتك راح يتوقف، ما راح تقدر تاخذ نفس كامل لان يعني يصير عندك الم. وطبعا هذا الفراغ اللي تشوفوه هنا هذا مكان القلب، هنا يكون، فتشوفون شلون القلب قريب على الرئتين، هنا يكون القلب وتطلع مباشره الاوعيه الدمويه مال القلب منه ومنه تفوت للرئتين على مسار تبادل الغازات. راح ناخذ هسه البلمونري فنتيليشن البريثنج، شلون يصير التنفس بصوره مبسطه جدا. Pulmonary ventilation يعني التنفس الرئوي اللي هو breathing is the movement of air into and out of the respiratory system، هو الدخول وخروج الهواء بالجهاز التنفسي. At rest وقت الراحة a normal adult breathes about 16 times per minute، وقت الراحة يعني المعدل الطبيعي للتنفس عادة هو احنا عندنا رقم من 12 إلى 20 يعني دورة تنفس بالدقيقة. دورة التنفس تشمل هي الشهيق وزفير حسبة واحد، فواحد يحسب لازم تكون من 12 إلى تقريبا 20، احنا ناخذ افريج 16 يعني يسموه respiratory rate يعني معدل التنفس خلال دقيقة. And approximately 500 milliliters of air are exchanged with the atmosphere per breath، تقريبا نص لتر احنا من ناخذ هواء من ذبه، هو نص لتر تقريبا دا ناخذ بالظروف الاعتيادية، ناخذ نص لتر يصير تبادل غازات ونذب نص لتر. The airflow exchange is caused by the muscular action associated with inhalation and exhalation as well as the difference in atmosphere air pressure and lung اللي يسموه intrapulmonary air pressure، يعني عملية تبادل الغازات عملية دخول الهواء من برا لجوا عن طريق شغلتين، الشغلة الأولى بالفعالية العضلية مال عضلات مال الصدر وعضلات البطن وعضلات المساعدة هواي اكو بالتنفس اللي تكون مصاحبة مع عملية الشهيق والزفير، هاي الطريقة يعني هاي وحدة من الشغلات اللي تساعد التنفس. والشغلة الثانية الرئيسية اللي تساعد هو اختلاف الضغط اللي موجود بالاتموسفير بالجو المحيط مع اختلاف مع الضغط اللي موجود داخل الرئتين يسموه intrapulmonary air pressure، يعني اكو اختلاف بالضغط الجوي ومع الضغط اللي موجود داخل الرئتين. فراح يصير عندي the movement of gases into and out of the respiratory system follows Boyle's law، يعني حركة الغازات
داخل وخارج الجهاز التنفسي تتبع قانون بويل. شنو هذا قانون بويل؟ هو فد شيء بسيط يقول the pressure of a gas decreases if the volume of the container increases and vice versa. يعني الضغط مال الغاز بصورة عامة شي يصير بي يقل لما الكونتينر يصير كبير. يعني شي منطقي انه انت الكونتينر عندك كل ما يصغر معناها الضغط الداخلي راح يكون عندك زايد، وبالعكس انه الكونتينر من يكبر كلش يكبر 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 دي يكبر الحجم مال الكونتينر، فالضغط ايش راح يصير بي؟ راح قلنا هو نفسه راح يقل، ومن الكونتينر يصغر 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 الضغط راح يزداد. فهي هاي الآلية اللي تخلي الهواء يدخل من الاتموسفير الى داخل الرئتين. شلون؟ اكو صورة هسه راح اشوفها حتى تفتهموها. الحجم مال التجويف الصدري من نريد ناخذ احنا الشهيق راح يزيد الحجم مال التجويف الصدري. اراكم اياها بصورة احسن، هنا أنا احسن. هذا الانهليشن والاكسهل. انهليشن بالتنفس، يعني من دا اخذ شهيق، تشوفون من اخذ شهيق العضلات والحركه مال العضلات راح يصير راح تكبر لي الثوراسيك كافيتي التجويف الصدري. هذا الدايفرام تشوفوه راح ينزل لي جوا، ينزل منا لي جوا حتى ينطي توسع للرئتين. هذني الاضلاع الربس اللي موجوده بالثوراسيك كيج هم راح تطلع مثل ما هنا مأشره بالاسم، تاخذ يمنى ويسرى وامام وخلف راح توسع لي الثوراسيك كافيتي. من تتوسع الثوراسيك كافيتي على بويلز لو زاد حجم الكونتينر، فش راح يصير بالضغط؟ الضغط راح يقل، فالضغط اللي داخل الرئتين راح يكون قليل، والضغط اللي برا ايش راح يكون؟ راح يكون عالي، فراح يدخل الهواء من برا لجوا بسبب اختلاف الضغط. يتحرك الضغط من منطقة، يعني يتحرك الهواء من منطقة الضغط العالي من برا الى منطقة الضغط القليل. عملية الاكسهليشن اللي هي الزفير، تبدي العضلات ويبدي الهواء انه شلون يريد يطلع. بالبداية تصغر الثوراسيك كافيتي، يبدي يصغر عن طريق حركة العضلات. من يصغر الثوراسيك كافيتي يعني معناها على بويلز لو شنو؟ الكونتينر بدأ يصغر. من الكونتينر بدأ يصغر يعني ايش صار؟ يعني الضغط داخل الرئتين ايش صار بيه؟ زاد. من زاد الضغط داخل الرئتين معناها الضغط اللي داخل الرئتين صار اكثر من الضغط اللي هو برا اللي هو الاتموسفير. فعلى اختلاف الضغط، الضغط هم الداخلي، الهواء راح يتحرك من منطقة الضغط العالي اللي هي داخل الرئتين حاليا يطلع لي برا الى منطقة الضغط الواطي، فراح تبدي هذني تضغط وترجع يطلع لي برا. فهذا بويلز لو. اخر سلايد بموضوع اليوم innervation of the respiratory system، التغذية العصبية للجهاز التنفسي. قلنا ذني كلهن التراكيال برونكيالتري اند لانكس كلها innervated by the autonomic nervous system، الجهاز العصبي المستقل. اللي هو شنو انواع الاعصاب؟ البي autonomic nervous system، بي sympathetic اللي هي الجهاز العصبي الودي، والباراسمباثيتك اللي هو اللاودي. السمباثيتك انيرفيشن يجيني لللانجمين من تي 1، من يعني من الثوراسيك سباينال نيرف تي 1 الى الثوراسيك سباينال نيرف تي 5 سيجمنت اوف ذا سباينال كورد، يعني تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5، يعني خمستين يغذن الريسبيراتوري سيستم. شنو وظيفه السمباثيتك؟ ان السمباثيتك هو شنو؟ هو prepare the body for the emergencies، يعني يحضر الجسم للطوارئ او للاكشن، يسموه fight or flight. فانت حتى تحضر جسمك للطوارئ ايش تحتاج؟ تحتاج طبعا يعني قدرة عالية وقابلية عالية من الجهاز التنفسي مالتك. فحتى تجيني هالقدرة والقابلية العالية ايش راح يصير بي؟ dilated، يعني او dilated يعني حيتوسع، راح تتوسع القصبات الهوائية والقصيبات الهوائية حتى تستقبل اكسجين اكثر، تستقبل هواء اكثر ويصير تبادل غازات اكثر، فيسموه برونكو دايليشن، يعني توسع القصبات الهوائيه. هذا بحاله السمباثيتك بالجهاز الودي. الباراسمباثيتك انيرفيشن يعني في فتره الراحه، فتره اللي كل شيء ما عندك النقاهه، منو يغذي الباراسمباثيتك انيرفيشن؟ عن طريق منو؟ عن طريق الفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر اللي هو رقم 10 بالكرانيال نيرف، بي ليفت و رايت برانشز، هذول الاثنين هم يغذون اللانج. هذا قلنا هي الباراسمباثيتك انيرفيشن، فترة راحة ونقاهة.
فالمين فانكشن تو ديكريز ذا اير واي دايمتر اوف ذا برونكيولز، يعني يقلل لي قطر القصيبات الهوائيه اللي انا ما محتاجها، انا قاعد مرتاح فالجهاز التنفسي يشتغل باقل ما يكون، فلذلك يصير عندي تقلص بالقصيبات الهوائيه يسموها برونكو كونستركشن. برونكو يعني من قصبة، كونستركشن يعني تقلص. بصورة عامة collectively the sympathetic and parasympathetic fibers form a web-like network of nerve fibers called the pulmonary plexus. يعني هي sympathetic parasympathetic يسوون مثل الشبكة مال أعصاب يسموها، نحن قلنا كل كلمة plexus معناها ظفيرة عصبية، فبالمن هنا لين الظفيرة العصبية موجودة بالرئة فسموها البالمناري بلكسس يعني الظفيرة العصبية الرئوية، هاي معناها. وطبعا المعلومة مهمة لازم تعرفون منو مسؤول هو على الجهاز التنفسي اللي يتحكم به، الانفولنتري اللي هي لا إرادية، ريثميك اللي هي منتظمة، activities that deliver and remove respiratory gases are regulated، تتنظم وين؟ بالبراين ستيم، بجذع الدماغ، منطقة بالدماغ اخذناها اسمها البراين ستيم، هي هاي مسؤولة عن الحركات اللا ارادية والمنتظمة اللي تطلع وتدخل الهواء للجهاز التنفسي. وهذا خلصت محاضرة اليوم، ان شاء الله تكونون افتهمتوها، وراح تبقى لنا محاضرة واحدة فقط ان شاء الله راح نعطيها الاربعاء القادم، تابعة للدايجستيف والرينال سيستم الجهاز الهضمي وال البولي، وحتى وراها نبلش ان شاء الله بالعملية. بالتوفيق ان شاء الله، شكرا.